استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقر إقامة جلالته بالعاصمة التركمانستانية أشقباد أمس وفد رجال الأعمال البحرينيين الذين يرافقون جلالته في زيارته الحالية لتركمانستان الشقيقة. رحب جلالة الملك المفدى بالجميع وأشاد بالدور الريادي الذي يطلع به رجال الأعمال البحرينيين في دعم مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الاقتصاد البحريني وما يواصل تحقيقه من إنجازات رائدة في قطاع التجارة والصناعة والاستثمار، منوها بما تحرص المملكة على توفيره من بيئة تجارية وتسهيلات ومقومات تشريعية وبنية تحتية متقدمة تضمن نجاح الاستثمارات على أرضها وتعزز من موقعها كمركز هام على خارطة التجارة العالمية. وأعرب جلالته عن تقديره لجهود الفعاليات الاقتصادية والتجارية في المملكة من خلال زياراتهم للدول الشقيقة والصديقة لدعم وتنمية العلاقات المشتركة عبر إقامة المشاريع في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، متطلعا أن تسهم لقاءات رجال الأعمال البحرينيين مع نظرائهم في الجانب التركمانستاني خلال هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. من جانبهم توجه رجال الأعمال البحرينيين بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة على توجيهاته السديدة ودعمه لعقد شراكات اقتصادية مع نظرائهم من مختلف دول العالم، حيث قدموا إلى جلالته إيجازا عن المنتدى الاقتصادي والتجاري الذي عقد مع رجال الأعمال في تركمانستان الشقيقة وعن الاتفاقيات التجارية التي وقعت بين الجانبين البحريني والتركمانستاني خلال المنتدى التي ستسهم في دعم وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين مملكة البحرين وتركمانستان، معربين عن عميق اعتزازهم بالرعاية التي وليها جلالته القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة وبحرصه الدائم على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقد أكد وفد رجال الأعمال أهمية هذه الزيارة التي يجريها جلالته لتركمانستان الشقيقة والتي سيكون لها بالغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، معاهدين جلالته على مواصلة جهودهم لدعم نمو الاقتصاد الوطني بما يخدم المساعي لتقدم المملكة وضمان ازدهارها. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مادبة عشاء تكريما لرجال الأعمال البحرينيين. بعد ذلك التقى ملك البلاد المفدى حفظه الله برجال الأعمال البحرينيين حيث شكرهم جلالته على إسهاماتهم المتميزة في القطاع التجاري والاستثماري، مؤكدا جلالته أن زيارته إلى تركمانستان الشقيقة تأتي في إطار تعزيز علاقات مملكة البحرين ومجالات التعاون الثنائية المشترك مع هذا البلد الشقيق المسلم. وأعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن تمنياته لرجال الأعمال بالتوفيق والنجاح في لقاءاتهم مع نظرائهم رجال الأعمال في تركمانستان لتوثيق العلاقات الثنائية وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.